وهنا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع الجريدتين على ذلكم القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، حكى القرطبي كما قال ابن حجر رحمه الله في التذكرة عن بعضهم وضعفه من أن أحد هذين المقبورين سعد بن معاذ، قال ابن حجر وهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه، قال وإما يدل على بطلان هذه الحكاية المذكورة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر دفن سعد بن معاذ. وأما قصة هذين المقبورين في حديث أبي أمامة عند أحمد قال لهم من دفنتم اليوم لما مر بهما، فدل على أنه لم يحضرهما، بينما جنازة سعد حضر دفنها. قال ابن حجر رحمه الله وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيداً.